que l'hémorragie, la couvergie, la loisouergie. ادخل صفق اسمع انشف اضحك بربس فرفش اشطح اجلس هيموراجي اجي اجي. Chers internautes, bonjour. Ils vont jamais me la laisser faire cela. الحلقة ديال اليوم حلقة ماشي عادية لحقاش معايا مجموعة ديال المجانين. Chers internautes, encore une fois, bonjour. Nous sommes en direct sur VH TV. Je suis avec un groupe de fous. Je vais traduire tout ça en arabe pour les arabophones. Je suis avec un groupe de fous, un groupe de jeunes qui ont beaucoup de talent, qui font rire beaucoup de monde, qui sont suivis par beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marocains. Voilà, c'est Humouragie, ça vient d'humour et c'est une véritable hémorragie de plaisir et d'humour et surtout d'ironie, d'autodérision aussi. Donc je suis ravi de les recevoir pour VH TV pour qu'ils nous parlent de leur travail, nous parlent de leur carrière, nous parlent de leur projet, nous parlent de ce grand succès. De ce grand succès qu'ils connaissent, voilà. Mouchaïdi, VH TV, on est aujourd'hui avec moi. Voilà ce qu'elle veut faire. Mais on est aujourd'hui avec moi. Non, c'est la première fois, elle est exigée pour la langue française. J'habite pas. On est aujourd'hui avec moi, une متعلقة, une مجموعات هيموراجي, les مغاربة كاملين كيعرفوها, تتبعوها على يوتيوب وعلى لي ريزو سوسيو. شكون اللي ما تيعرفش هاد الناس كاملين؟ هما 21, 19 ولد وجوج ديال البنات, ما عرفتش على جوج ديال البنات بوحدهم. دونك نتوما مبدا ديال المساواه في العمل ما عندكمش, كتامنوا بهذا؟ لا 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 لا, ماشي نامنوا به, حنا ما كرهناش, ولكن باقيين تنقلبوا, لانه راه صعيب باش تلقى شي, زعما تلقى شي بنت اللي باغا تتزعم دير لاسين وتدير, ولكن كاينين البنات كيديروا لهم, كاينين, ولكن هما بالنسبه لهم راه تيديروا اليوم, ولكن راه ما ساهلش الحال, خاص فريمون واحد خدمه وطلع لاسين وتجرب, وهادو راه ما جاوش نتاع خوب ليكيب باش تعرف. راه انت دابا مثلا عطيت اكزومبل صغير, يلاه فسر لنا, ما يخليونيش نهضر. هاد الوليد اللي لور هادي, يلاه جاي, يلاه التحق بينا, جري جري جري, دير شي حاجه انت, ما تبقاش واقف. دونك ماشي ساهل باش تجي وتانتيغرا في ليكوب في ليكيب ديال هيموراجي, خاصك واحد شويه تجلس معنا نشوفوا كاش تكتب واش كيفاش كتلعب, شنو هو الستيل اللي تلعب به, واش تقدر تعطي شي اضافه للجروب ولا لا, واش غاتانتيغرا وسط الجروب ولا لا. كاين بزاف د الحوايج الدراري خاصهم يكونوا متفقين على انك تدخل للجروب عاد باش تجي المرحله, خاصهم يصادقوا عليك, الا ما صادقوا عليكش ما تدخلش. شوف الشفافيه والمصداقيه, الله يسمح ليا, ولكن القرار الاخر تيرجع ليا, يرجع كيلعب عليكم الشاف ياك. طاليس كيلعب عليكم الشاف. دوك نمشي انا صافي. لا لا لا, قدم قدم نفسك. حمزه فيلالي فوند ميناج, هو لو ليدر. كيف باش تنجح خاصة ليدر ماشي شاف, ليدر باش يوجهنا, ستادير كو جيجونا بزاف الحوايج كنبغيو نديرهم. طلع اوكي, طلع شنقول صافي, تيجونا بزاف دي زوفر اللي مزيان, شي واحد مزيان ليماج ديالنا, شي واحد ما مزيانش ليماج ديالنا. شنو هي ليماج ديالك؟ ليماج ستادير نقدروا نديروا مثلا ان سبوت بوبليسيتير مثلا اشهار اللي يقدر يطيح ليماج ديالك ما يكون زوين. دونك حنا عندنا طاليس اللي هو لو ليدر ديالنا بيان سور مع ليكيب, تنشوفوا واش هاد القضيه مزيانه ليماج ديالنا ولا لا باش نديروها. دونك هو اللي بحال عنده واحد لا فيزيون, بحال عمل ليماج جوج المرات, بحال فهمتي. تفضل خويا, قدم لينا ايوب ادري مع ايكيب هيموراجي. ماشي غير في بالنسبه للسبوت, انا ما عطاليش ليكيب, ماشي غير في بالنسبه للسبوت, ولكن تشوف هذوك اخطاء البدايه فاش كتكون في الاول باقي ما عارفش اللي جات كتمشي, الحاجه اللي جات كديرها. دونك بحال اللي قلتي هو اللي كيخليكش توقع في هذوك الاغلاط اللي غادي تندم عليهم من بعد. بغيت نسولكم واحد السؤال, واش انتم دابا تشوفوا اشنو باغا الساحه على مستوى السكتشات, على مستوى داد لي فاينز, على مستوى الهيمور, ولا تتخدموا داكشي اللي بغيتو نتوما؟ ما كاينش, انا ما كتقول انا ماشي كنلبي الطلبات ولا الاحتياجات ديال واحد الناس باغي يكليك يدخل اليوتيوب ويتفرج في داكشي اللي بغاه هو, غادي نعطيه داكشي اللي بغيت انا. الا كان هو تيتسنى نعطيه داكشي اللي بغى يديرو هو, كيفاش نعطيه؟ كيفاش نجلس ونفكر؟ انا ديما تنقول للدراري ما خصناش نعطيو الناس داكشي اللي بغاو, خصنا حنا نطلعوا النيفو, ما نعطيوش داكشي اللي تنتسناو, حيت الا درنا داكشي اللي تيتسناو الناس المده ديال الصلاحيه ديالنا مشات, غتموت دغيا. لان انا ديما تنقول لهم ليموريست راه بحال المسكه, ينفو كتحيد منه الحلاوه تيلوحوك وتيدوزو لواحد اخر. دابا غير ملي تنشوفوا هاد النوع ديال السكتشات دابا اللي عندها لو سوكسي في لي ريزو سوسيو,
كيبان لك سي لي ميم سوجي الناس كتمشي لنفس المواضيع الناس كتمشي بنفس اللغه كتعامل بنفس الاسلوب زعما اشنو اللي تيميزكم نتوما وسط من هذا الخضم ديال الناس اللي كاملين تيشتغلوا بنفس الطريقه انا ما تنقولش بانكم كتشبهوا لهم غير كيفاش انك تخرج من هذيك هذيك ما تحصلش وتولي دير بحال الناس عندك نفس الهضره لان كلشي كيهضر بالعاميه وبالشعبيه وديك الهضره زعما رانا ولد البلاد وحاصل وتخسر الهضره زعما راه معاكم فهمتي لا غير بغيت نفهم انا واش شنو معك دابا المشكل عندنا في المغرب هو عندنا سته المواضيع تيضروا فيهم لي زيموريست كاملين هادو عليهم الجيل اللي سبقنا وحنا تنهضروا عليهم غير دابا حنا حاولنا نجددوا فيهم واحد شويه واش اللي كيفسر السكسي اللي عندكم مادام المغاربه عندهم هاد لي ريزو سوسيو فتحوا العالم على الضحك في العالم كله يعني اشنو اللي غيخليهم اللي انا كندخل كنشوف يوتيوب وكنشوف لو نومبر دو في كنقول سي با بوسيبل واش كلشي متبعكم سي با نورمال المهم هاد السؤال ما عنديش الجواب ديالو بغيت نرجع للقضيه ديال المواضيع حنا دابا مثلا كما قال لك طاليس راه كاين واحد المواضيع اللي ناقشوها الناس قبل منا وحنا كنشوفوها بطريقتنا ابار هاد الشيء كامل كتبغي تنفتح ولكن صعيب الحال شويه كاين شي مواضيع مثلا بحال مؤخرا داك المشكل اللي وقع لديك الدريه نعم اغسلمو تحرش الجنس غادي تشير ليك دا بنادم يقول حنا تنتفرجوا مع والدينا قادوا المواضيع يديروا شي حاجه ولكن كيفاش غندوينا على هذاك الاغتصاب اش غنقول لي انا ولكن كيفاش نتوما تطرقتوا كيفاش نتوما تطرقتوا لهذا الموضوع قول لنا طاليس انت كيفاش تطرقتوا عليه وي ولكن طريقتكم نتوما اشنو اللي كان فيها مختلف على داكشي اللي شوف حنا حاجه واحده اللي تنديروا هو ما تمشيوش ديريكت تنديروا الرمزيه يعني حيت المغربي لا ملي تيحس بك دير مجهود تهضر على الاغتصاب ولكن ملي تيحس بك دير مجهود في الكتابه باش يوصل ليه الميساج بلا ما تجرحو تيتقبلها ملي جيتيه فاس تيحس بانك ما درتيش مجهود تما فين تتستفزو يقدر يقول لك شي لعيبه ولا شي حاجه دونك حنا تنحاولوا ما امكن اننا ندوزوا لي ميساج ديالنا يا بالريط يا بالفن يا نعطيو مثال بحوايج اخرى بحال مثلا مع كل الدراري اللي عنده سكتش تيقول لهم يعني تيقول لهم داكشي العكس اللي طاري في المغرب واحد الكلمه باش نحيدوا العين واحد الكلمه باش نحيدوا العين يا بصح حنا جروب وفرقه كاينين مشاكل ياك ولكن كنحلوهم بيناتنا حتى شي واحد ما تيتسيق لهم مزيان وهادي يمكنش نقول لك حنا لا راه كذا كيوقعوا مشاكل عادي مساله عاديه ديال انني نتناقش انا والصديق ديالي ولكن كنتناقشوا ماشي شي حاجه خاويه في اطار افكار في اطار العمل كنقدروا نتناقشوا دابا انتم علاش خدامين الفكره انا مقتنع بها وهو ما مقتنعش بها خصكم توصلوا علاش كتشتغلوا دابا الا كان ممكن واش كديروا دي سيونس دامبروفيزاسيون هذا ولا كومون سا سباس احنا اثنين ولا اربعه والجمعه احنا وكتلعبوا السبت سميتو الضحك بالنسبه لي انا ديما تنقول هاد الدراري الضحك بالنسبه لي هو الحاجه الوحيده اللي تخدم بالمعقول اللي ما فيهاش الضحك ما زعما ما تنضحكوش في الخدمه تنتلاقاو يوميا تنكتبوا خاصنا يوميا المينيموم نكتبوا 10 ديال الدقائق تكون عند كل واحد فينا ولا فكرنا في شي حاجه مهمه دماغنا خصو يدور ما خصوش يغمل تنديروا شي ديال السبورت 3 ايام في السيمانه باش يولي عندنا السوفل شويه لاسين وداكشي حيت بنادم ملي تيطلع لاسين تيشطح شويه تولي كامل تيلهج وداكشي وما تيقدرش يكمل لو سبيكتاكل ديالو تنديفلوبيو افكار خدامين على الكونسيبت ديال ايموراجي غادي نكملوه ان شاء الله وغادي نرجعوا بواحد لادات كبيره في كازا اللي غادي نديروها في شهر 12 باذن الله غادي نديروا لي سبيكتاكل ديال سعيد وديع غادي نكملوا لي سبيكتاكل ديال يسار غادي نكملوا كذلك لو سبيكتاكل ديال باسو حمزه رشيد في الكتابه ديال السبيكتاكل ديالهم ان شاء الله كاين واحد البروجي اللي خدامين عليه رمضان زرب عليكم زعما زرب علينا كاين واحد البروجي اللي خدامين عليه ان شاء الله في رمضان اللي فريمون خدام لنا واحد الوقت كبير وكبير بزاف وتمرتنا فيه بزاف عام وحنا تنكتبوا فيه اللي هو واحد لا سيري سميتها ولاد علي واحد لو نوفو كونسيبت في المغرب بالنسبه لنا انتوما كاملين في ولاد علي غتكون توت ليكيب في ولاد علي ليكيب موراجي كلها في هذا لو كونسيبت هذا 30 حلقه مغاير تمام ما هو كوبل ما هو خواسر فريمون واحد لو ستيل ديال اليومور جديد والناس غادي يشوفوا الدراري بواحد الوجه واحد اخر ما عمرهم شافوهم به اسكو واش تقدروا تعطيونا ديكا كومسا هكا اون امبروفيزاسيون يا وازا يلا كل واحد ندوزو كومسا الفا بلوندي الفا بلوندي كيقول لك كيلا دي لارجون لي في با لو بونور كيلا دي سا وكيلا دي سا كيلا دي سا كاين شي واحد كيقول لك حقا ما حقا الفلوس وسخ الدنيا ياه هي دابا حنا غنحيدوا الكارت كيشي وغنحيدوا البزاطم وغنحيدوا الفلوس ونوليو نمشيو للسويقه نهزو خرقه مع علميا 85% في المغرب عندهم الخرقه
مخروطه من هنا متقوبه كيبان كتجوز صبعانها وتبقى تمشي للسويقه توقف عند الجزار السلام عليكم اسيدي وعليكم السلام ورحمه الله دير لي شي 4 كيلو من ديك الكبده زيدني نص كيلو من الكفته هز لي داك الراجل مالي الحساب شحال مولاي 5600 ياك شد سي حمزه هاك ها البلاص شكرا لك الله يخليك طلع لك تخيل تقول لنا شي واحد تيتسالك ولا شحال بالنسبه للناس اللي كيسالوني هما بزاف لا غيكون الخير ان شاء الله احمد شكرا عبد الحق داو من القدام غتشوفوا واحد اخر ان شاء الله كيدير لك بروموسيون هذا دخلتي فين مرحبا بك عبد الحق تحركوا يلاه لا 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 تزيد شي حاجه السلام عليكم معاك الميكرو